بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبينا أن أولياء جمع ولي، والولي هو القريب، وأولياء الله يعني القريبون من الله. وقلنا الولاية وهي القرب، إما أن تأتي وصفا عاما ولا يكون إلا لله لأنه القريب من كل شيء، وإما أن تكون إضافة الله للولاية أو لإضافة الأولياء إلى الله، يبقى القرب من المؤمنين لله أو القرب من الله للمؤمنين. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة، ومعنى طلاقة القدرة إن المسائل عنده مش ميكانيكا، المسائل اللي بالميكانيكا ما تتخلفش، انما انت عارف حكايه شغل يدوي او شغل يدوي، اللي يعمل القلل يجيب حته طينه ويعملها قلل، صحيح هو بياخد طينه تقريبا في حجم واحد ويعمل منها قلل، انما قلل ما تجيش زي قلل ابدا، انما ان كانت بمكبس تيجي قلل زي قلل. يبقى الميكانيكا قدرة مرة واحدة وبعدين الباقي يجي زيه، إنما طلاقة القدرة تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي. ولذلك قال إيه: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم ومش عارف إيه، مش قالب عنده بيعمل لا، يعمل طويل ويعمل قصير ويعمل تخين ويعمل رفيع ويعمل أشعر ويعمل زنج، مسألة طلاقة قدرة. لكن الله لرحمته بخلقه هو الذي قرب منهم أولا، ولذلك قال: الله ولي الذين آمنوا. يبقى هو القريب من مين؟ قربه خلاه يخرجهم من الظلمات إلى النور، فاللي ياخذ النور بقى ويتبع المنهج يبتدي يبقى يقرب من مين؟ يقرب من الله. فإذا علم الله وعلم الله وعمله بمنهجه، يبقى هو يجي قرب كده، يجي قرب تاني، يجي ايه؟ قرب تاني. الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن الأدب مع خلق الله. فإذا علمت سيئة عن إنسان يوم يسترها عليه ويحب اللي يسترها. ليه؟ أم قال لك: لأنك إن علمت سيئة عن إنسان كرهته ورفضت كل حسنة من حسناته، فيريد الله أن لا يحرمك من حسنات من له سيئة، يوم يسترها عنك عشان تاخد الحسنات بتاعته. يبقى بيسري لك عمل الخير، يسري لك عمل الخير. وبعدين يقول لك: ما تحتقرش هذا، لان يمكن في خصله واحده خيره انا اكرمه من اجلها. احنا قلنا الرجل اللي سال ايه؟ الكلب. سال كلب قال لك: لان ده معقول نعملها لله والا هينافق الكلب يعني؟ ومش لقى الكلب ماشي كده وخده يسقيه، ده احتال في ان يسقي الكلب الميه في البير، ولا معاهش إناء يجيب للكلب مية، أم خلع خفه وراح ماليه مية. إيه الاحتيال على إنه يسقي كلب وكلب ما ينفقوش ولا بتاع؟ دي مسألة. فربنا يغفر له كل سيئاته علشان دي. إذن ما بتضيعش حاجة حسنة عند الله. فيمكن واحد بيشوف يعمل كذا 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 وفي عمل إيه؟ خير، يقوم يكرمه الله. يقوم يكرمه الله، يقوم ياخده أولا فيطيعه ثانيا، ياخده أول وربنا بقى بيقول لك: أنا أحب لك، أنا عايز تحبني زي ما بحبك يا ابن آدم، أنا لك محب فبحقي عليك كلي محبة. ولذلك يجي يقول إيه؟ اللي عايزني
أني أذكره إن ذكرني في نفسه أنا أذكره في نفسي. خلاص كده؟ واللي يذكرني في ملأ أذكره في ملأ أحسن من ملأه. إدى لمين المفتاح؟ مفتاح لينا إحنا. إيه؟ إدانا إحنا؟ وبعدين يقول اللي يتقرب إلي شبر أتقرب إليه إيه؟ ذراع. الله، يبقى أن عزت ربنا يتقرب مني ذراع أتقرب إليه شبر، يبقى المفتاح مع مين؟ بمجرد الإيمان بالله سلمك المفتاح بتاع قربه. ومن تقرب إلي ذراعا يتقرب إليه باع. طيب واحد جايني يمشي وهو المشي يتعبه وأنا ما عنديش تعب، ما أمشي له أنا وأروح له. ومن جاءني يمشي أتيته هرولة، أجيله جري كده. ودي أصحاب الخلق المتخلقين بأخلاق الله، لما يقبل عليه واحد مثلا وشافه كده وبده يقبل عليه مثلا وهو كبير ولا ده مش عارف ايه، يقول والله لا، ويجري هو قبل ما ايه، قبل ما يقوم. ده خلق الله. الله، إذن من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، بيخبط على الباب فينفتح له الله. وفيه ناس يصلون بكرامة الله أولا إلى طاعة الله ثانيا. أنت مثلا هذه أنت بشرة ولله المثل الأعلى، واحد يطرق بابك عايز يأكل لقمة ولا حسنة ولا بتاع، أهو ده طرق فأخذ. وواحد أنت تقف تقول له والله لازم تيجي تشرب عندها وتشد فيه وتتحيي. الله، إذا منهم من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله، ومنهم من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله. فلما يحصل قرب يبقى العبد قريب والله قريب. المعية دي بقى تديله الفيوضات الكبيرة بقى. المعية لمين؟ لله. يبقى رب، ما هو الحق سبحانه وتعالى المتنبي لما جه يمدح واحد من البشر قال له أنت الحبيب، يعني أنا بحبك، ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي. لما يكون انت بتحب واحد وما انتش وهو وانت مش محبوب عنده تبقى بلوى ولا لا؟ فلكن ربنا مش كده، ما بيعملش الناس كده. هتحبه يحب، تقرب منه يقرب اكتر، تبقى دي اسمها المصافاه، اسمها الايه؟ المصافاه. ولذلك الناس اللي قال لك ده صوفي ويقعد يقول لك من الصوف ومن الصف ومن اللخبطه اللي تتقال دي، يقول لك ده من الصوفي دي، اصل قال اسم موصول، الصوفي قال اسم موصول. خلاص. جاء المكرم اخاه، جاء الذي اكرم اخاه، تبقى قال هنا اسم، مش قال تعريف، قال اسم ايه؟ اسمع، الصوفي الذي صوفي، شيل قال وحط مين؟ الذي، تبقى الذي صوفي. صوفي من مين؟ صاف الله فصافاه الله فأصبح صوفي، صوفيا، صوفيا من الله، يبقى حبيب ومحبوب، حبيب ومحبوب. فإذا أفاض الله على بعض خلقه هبات من الأشياء الكرامات، العيب بقى إن ناس تسوء فيه فيحجبوا. اللي ياخد الشخشيخه دي يقول لك ده تعليم الله الغيب لبعض الاولياء، دي زي الولد لما يروح المولد ويبوه ويدي له شخشيخه يقوم يعمل بها كده شخشيخه، يعني دي اهون شيء، ما تفتكرش ان دي. ولذلك ان باها بها يسلب. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يكون المؤمن دائما في معيته، لأنه هو بدأ أنا ولي المؤمنين، ولذلك أخرجتهم من الإيه؟ من الظلمات إلى النور. من الظلمات هي إحنا فاهمين الظلمات اللي هي الظلمة دي كل المعنويات تشرح دائما بالمحسات، لأن إلف الإنسان أول شيء بالمحس. اقرأ إن شئت قول الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وبعدين الأفئدة. يبقى أول كل شيء الإيه؟ المحسات. فالربنا لما يضرب لنا المثل في الإيمان والكفر يسميه بالظلمة والنور، يخرجهم من الإيه؟ من الظلمات. الظلمات الحسية، ما معاطب الظلمات الحسية؟
عشان نقيس عليها المعاطب المعنوية. أم قال لك الظلمة ساعة ما نكون في ظلمة تستر الأشياء فلا مرائية معها، تستر الأشياء، وإذا سترت الأشياء بحيث ما نراهاش زي ما قلنا زمان، إن سرت إما أن تصطدم بأضعف منك فتحطمه، وإما أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك. يبقى الظلمة هتعمل إيه بقى؟ هتعمل تكسير، اللي أقل منك أنت تكسره. ما أنت خليك ماشي بالليل وعايز تروح دورة المية والنور لقيته مش موجود، وعايز بقى مع أنه بيتك وعارف مواقع الأشياء الخفيفة ومواقع الأشياء التقيلة. أنا أتحدى اللي يدخل في التجربة دي إن ما كانش ينبطح لازم، ويقعد يحسس ويعمل مش عارف إيه وبتاع. إذن الظلمة بتحجب المرائي، حجب المرائي ده يعمل إيه؟ كوارث، يا كوارث في الأقوى يا كوارث في الإيه؟ في الأضعف. فلما يجي النور يبين معالم الأشياء فتسير على إيه؟ تسير على هدى. ساعة ما تسير على الهدى يبقى كل حاجة متضحة قدامك. الظلمة ليه بتستر الأشياء؟ يعني أهبك في مكان مظلم وواحد آخر في مكان منير، مين اللي يشوف التاني؟ مين اللي يشوف التاني؟ اللي في الظلمة يشوف اللي في النور، ولا اللي في النور يشوف اللي في الظلمة؟ اللي في الظلمة هو اللي يشوف اللي في النور، واللي في النور ما يشوفش إلا في الظلمة. دي حاجة ما تنبأش عليها العلماء قبل الإسلام. العلماء قبل الإسلام ما تنبأوش عليها، لأنهم كانوا يعتقدون أن الرؤيا إنما تحدث من انتقال شعاع من الرائي إلى المرئي. يطلع شعاع من عينك كده يروح لمين؟ للمرء. جه ابن الهيثم رضي الله عنه عالم الإسلام اللي وضع قوانين الضوء وخط علماء الدنيا كلها، قال لهم لا، ده الشعاع يخرج من المرئي إلى عين الرائي، فإن كان المرئي في ظلمة ما يطلعش منه شعاع يبقى الرائي ما يشوفش حاجة، ولو أن الشعاع يصدر من العين إلى المرئي لكان الواحد يشوف اللي في الظلمة، وانعكست الإيه؟ القضية. القرآن حينبه علينا بعد كده، حيتكلم على دي. إذن أول ولاية من الله للمؤمنين أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. عشان إيه؟ ناخد بقى الظلمة بتعمل إيه في الحس والنور بيعمل إيه؟ كذلك في عالم القيم، كذلك في عالم الإيه؟ وعالم القيم يمكن إيه أقوى؟ ليه؟ لأن الجبر في عالم الحس تحطيما ممكن أن يجبر، إن بطحت ممكن تندم. ولذلك يقول لك جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يبقى المعنويات أشد ولا لا؟ ثم استهلال الآية بقوله سبحانه وتعالى ألا، احنا قلنا زمان ألا ديت الايه؟ للتنبيه. تنبيه مين؟ تنبيه يصدر من المتكلم إلى المخاطب. طب هو بينبه ليه؟ قال لك لأنه لو تكلم من غير تنبيه على ما تقول انت جملتين يكون هو يتنبه يفوت منك أشياء. فأول ما تقول كده ألا، ساعة ما تسمع ألا قلت هيتكلم، يبقى أي كلمة تطلعت. ألا إن أولياء الله، شوف بقى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا في الخوف الخوف عليهم، وفي الحزن قال الحزن منهم. لا خوف عليهم من غيرهم، إنما لا يحزنونهم. هذا الفرق في العبارتين، لا خوف عليهم ولا هم. يبقى الخوف عليهم من مين؟ من غيرهم. يبقى هم مش خايفين. بقولك انت، هقولك ما تخافش على فلان. ليه؟ ده في ايد ابوه. يقولك الواد ده على المولد وراح مش عارف ايه ويمكن، يقولك ما تخافش عليه ده في ايد ابوه.
يبقى لا، اللي يشوف اللي يشوف واحد ولي في كربه وفي زعل، مات ابنه الوحيد مش عارف، فقد بصر وقعد انكسح جراله اي حاجه، اوعى تخاف عليه. ليه؟ لانه يعلم حكمه مجري قضائه عليه. فما تزعلش انت عليه، ما تتطوعش بالخوف ولا هم يحزنون. ايه الخوف وايه الحزن؟ الخوف من توقع شيء ضار لم يقع الآن، وإنما الخوف لا يجي في المستقبل. لكن الحزن على شيء فات، ولذلك قال لا تأسوا على إيه. يبقى الحزن على شيء إيه؟ أم قال لك طب حزنك على ما فات أيرده؟ يبقى الحزن عبث، والخوف يبقى لأمر مترقب. الأولية لا دي بس جاب الخوف عليهم لأنهم هم بصدد معرفة حكمة الله، إنما اللي ما عرفش حكمة الله في الأشياء يقول لك يا شيخ غلبان ده بصر ومش عارف جرى له إيه، أنت اللي تقول. إنما الحزن دي إيه؟ الحزن دي طوفة قلبية، يريد الله من المؤمن إن برضه تمر على باله، وإنا على فراقك يا إبراهيم ولا إيه؟ بس حزن مين؟ حزن الورع، العين تدمع والقلب إيه؟ والقلب يخشع. طيب هل هذا الكلام في الدنيا ولا في الإيه؟ ولا في الآخرة؟ أم راح شرح حاله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل ما يشرح لي قال انا بدي اديكم اوصاف الوالدين الذين امنوا. ذلك هو الامر الاعتقاد الاول اللي يبنى عليه كل عمل، وبعدين بعد الايمان ايه؟ وكانوا ايه؟ يتقون. يتقون يعملوا ايه؟ يعني ينفذوا منهج الله. الامر في الامر والنهي في الايه؟ في النهي، والاباحه في الايه؟ في الاباحه. لكن الرسول زود حته التقوى دي، قال لك الإيمان ده معقول، إنما اللي بيصدر عنه التقوى دي فيها مراحل. لما سئل رسول الله عنهم قال إيه؟ هم قوم تحابوا في الله على غير رحم بينهم، مش ابن عم ولا أخويا ولا ابن خالي ولا ابن قريبي ولا أموال يتعاطونها، هذا الحب في الله. إن وجوههم لنور وهم على منابر من نور. وبعد ذلك لما سئل عمر عنهم قال هو الذي يزيدك النظر إليه قربا من الله. يزيدك تعرفوا إزاي؟ أكن بيشرح لنا سيماهم في وجوههم. ساعة ما تشوفوا كده إيه؟ تنخطف له كده وتصر كده، تقوم تبحث في مصادر الصور ده، يقول لك اصله ملتزم يا اخي، ده بيصلى مش عارف ايه، ده بيعمل ايه، لفتك لمين؟ يقول اذا انا لما اعمل كده ابقى زيه يعني. يبقى اللي رؤيته تذكرك بمين؟ الخشوع، الخضوع، السكينه، رقه السمت، انبساط الاساريخ. ليه؟ لانه هو يبص للكون كله ولا يجد في الكون ابدع مما كان. يعني كل حاجه في الكون جايه في وضعها الله. يبقى ما يراش ايه؟ ما يراش قبح في الوجود. حتى القبح اللي احنا بنقول عليه يقول لك لا، ده القبح ده علشان يبين للحسن. القبح بيبين لمين؟ طب بالله لولا ان الباطل يبقى موجود ويعض الناس بمصائبه وقرفه، ايعشقوا الناس الحق؟ لو المسألة كده من غيرها الله، إذن الباطل من جنود الحق ولا لا؟ الباطل نفسه الشر، لولا وجود الشر اللي بيتعب الناس ما كانتش الناس تقول يا سلام الخير ويتجهوا للخير. الله، إذن المسائل لازم كل واحد يعرف إن شيء في كون الله كله جميل، ولذلك قال لك كن أنت جميل في دينك ترى الوجود جميلة. ما فيش حاجة ليس في الإمكان أبدع مما إيه؟ مما كان. هو كده جميل ليه؟ لأنه حين يرى الأشياء ويرى قدر الله فيها يحترم القدر في إيجادها.
مش هو يعمل مقاييس عنده للحسن وللقبح، لا هو القدر كده. ما دام ربنا عمل كده يبقى الراجل اللي قاعد على مسكله الجامع راجل عجوز وبدأنا قد كده وجايب زماره كده وقاعد على وعمال بسلميه كده، قام راجل راح قال له يا شيخ قاعد على مسكله الجامع وعمال وسايب وعمال بتزمر، قام بص له كده قال له والله عشان خاطرك الكون بتاعه يخلى من واحد ماسك سلميه وعايز كونه كده يبقى في واحد ماسك سلميه. قال انت مالك انت ايه اللي. الله، يبقى اذا كل شيء يبقى ايه؟ يبقى شيء جميل، يبقى سمت الواحد مش عابس لاي شيء، مش عابس لاي شيء. فاذا هبت على بعض الناس اشياء يقوم دي تعشق الناس انها تعمل زي الناس، يقوم ربنا يدي لهم كده شويه دي كذا دي كذا دي كدا. يعني الحق سبحانه وتعالى خلقه كلهم سواء بالنسبه له، ولكنه يضع في الناس ينصب ناس زي الصاري. الصاري دي علشان تروح مثلا يقول لك المولد، يقول لك اهو الصاري هناك اهو، يبقى الصاري دي زي الفنار اللي بيتحط على يقوم ده ينبه الواحد الى ايه؟ الى ساعه ربنا ما يفيض على بعض خلقه شيء من الاسرار، يقوم يلفت اللي ما عندوش الصفه دي الى ايه؟ الى انه يبقى ايه؟ الى انه يبقى زيه. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشرى؟ احنا البشرى هي من التبشير والبشارة، كل المادة كلها مأخوذة من البشرة اللي هي الايه؟ الجلد ده. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن أي انفعال في النفس الإنسانية في الباطن ينضح على البشرة. فإذا جئت الإنسان بخبر سارة تلتفت تلاقي إيه؟ أسريره أول حاجة يظهر عليه الإيه؟ وإن جبت له خبر سيء تبقى القدرة، تبقى البشرة دي هي أول منفعل للأحداث السارة والأحداث المحزنة. فلما أقول لك بشرة يعني كلام إذا سمعه السامع إيه؟ يظهر على بشرته بجمال مبشر. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب البشرى سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي الرؤيا الصالحة ترى للمؤمن أو يراها المؤمن أو ترى له. وديا جزء من 46 زي ما قالوا من الإيه؟ من النبوة. قال لك يا سلام جزء من 46؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالرؤيا 6 شهور، وأوحي إليه باليقظة كده القرآن 23 سنة. انسب 6 شهور ل23 تبقى 46، 46 6 شهور مش كده ولا 46 ايه؟ اه يبقى اذا الرؤيا خدت ايه؟ 6 شهور، والصراحة خدت 23 يبقى جزء. قال لك الرؤيا اوعى تفتكر انها الحلم، الحلم غير الرؤية. الرؤية دي هي الشيء الذي لا شغل لعقلك به نهارا وليس للشيطان فيها دخل. لأن مثلا زي ما بنسمع المثل يقول لك الجعان يحلم في سوق العيش، فدي ما تبقاش رؤية، دي تبقى ايه؟ تبقى حلم. إن جت بشيء يخالف منهج الله تبقى من منين؟ منين؟ من قذفة الشيطان. يبقى فيه رؤية وفيه حلم وفيه أدغاص إيه؟ أحلام هلوسة يعني. أدي الإيه؟ لهم البشرى، البشرى دي أو البشرى المقدمات التي تشعر خلق الله بهم فتتجه قلوبهم إليه. تلتفت تلاقي واحد مثلا كده الله أحبه في السماء فقال يا جبريل أنا أحب فلان، فأذن في السماء قالوا أهل السماء ويحبوا فلان وبعدين يكتب له القبول في الإيه؟ في الأرض. ساعة ما تشوفه كده مكتوب له القبول يبقى دي إيه؟ دي سمت على أنه إيه؟ ليه؟ لأن ما دام القبول في الأرض بشبه الإجماع كده يبقى دليل على أن ده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب كده، يبقى ده الإيه؟ هذا الإيه؟ البشرى. يبقى البشرى إما أن تكون بالرؤية الصالحة
يراها المؤمن أو ترى له، وإما أن يكون بإيه؟ بقبول الناس، أو أن البشرى تأتي عند الملائكة ساعة ما يجوا يدخلوا له كده سلام عليكم، إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، ساعة ما يجي له ملك الموت كده ارموا له السلام، يبقى يعرف ان دي بشرى، بان المسألة ايه؟ المسألة ماشية كويسة الحمد لله. أو يدخلون عليهم من كل باب، بقت في الآخرة يدخلون عليهم من كل باب، أو ساعة ما يشوف في العرض كده وبعدين لونه بيض كده يوم تبيض وجوه، ساعة ما يبض وجهه كده يقول لك ده بقى، ساعة ما ياخد كتابه بيمينه قال لا، طب ما هي دي برضه تفرحه ولا ما تفرحيش؟ الله، كل دي تبقى بشرى في الدنيا وفي الايه؟ في الاخره. ان الذين قالوا ربنا الله ايه؟ ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا، ما دام اولياؤهم في الحياه الدنيا الله، يبقى لازم لهم افاضات عليهم، وما دام لازم لهم افاضات عليهم يبقى متميزين عن غيرهم ولا مش متميزين؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما يفرض علينا فروض، الفروض هي الأقل قليل في التكاليف، وبعد ذلك رأى إنسان نفسه يؤدي هذه الفروض ولكنها لا تتناسب مع حبه لله فيزيد من جنسها على ما فرض الله. ربنا فرض 5 يخليهم 10، ربنا فرض صيام شهر يخليه شهرين، يخلي الاثنين والخميس. الله، زيادته عما فرض الله من جنس ما فرض الله دليل على أنه استقل تكليف الله لما يستحقه الله. يبقى ربنا يستحق أكثر من إيه؟ يبقى ده دخل في مقام الود. ما دام دخل في مقام الود لا تحل عليه أن يفاض عليه. الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لنا مسلك رسول مع عبد صالح آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه إيه؟ علم. هذا رسول. طب العبد الصالح ده عبد من عبادنا آتيناه، أنا عن غير طريقك، مش كده ولا لا؟ آتيناه يعني عن غيري إزاي؟ وهو قال لك لا، هو أخذ الطريق من الرسول ولكنه أخذ الطريق وزود عليه من جنس ما فرض الله، يبقى ربنا اللي يديله بقى مش من الرسول بقى جيال، يبقى أخذ منهج الرسول وعمل إيه؟ ده هو تعبد على منهج الرسول. أم قال لك لا، إنما الحتة التانية دي اللي هي الإيه؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ أحب. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي وراد ويده التي يبطش بها ورجله التي الله. يبقى إذن كل حاجة بقت المقاييس فيها اختلفت ولا لا؟ العبد الصالح اهو سيدنا موسى لما اظن عارفين القصه قال له لن تستطيع معي صبرا، الموسى الرسول مش هيستطيع صبر مع العبد الصالح، هبات من الفيض الاعلى، هبات من الفيض الاعلى، علشان يقول لك الرسل جايين بالمنهج وانت وشطارتك بقى، انت وايه؟ انت وشطارتك. قرب بقى من ربنا تقرب يديك برضه ايه؟ هل بيديك مناهج زياده؟ لا، بيديك حكم واسرار الخلق، يفيض عليك حكم اسرار. بالله لو ان موسى عليه السلام علم ان الملك الظالم ياخذ السفينه بتاع المساكين مش كان يحاول يهربها منه؟ لكن ما عرفش، فقارن موسى عليه السلام بين ايه؟ سفينة سليمة للمساكين وسفينة انخرقت. طب والله العظيم، طب ما السفينة اللي ما انخرقتش السليمة أحسن من اللي انخرقت، مش كده ولا لا؟ أهي دي نظرة مين؟ نظرة سيدنا موسى. إنما اللي أفاض عليه ربنا علم كده من وراه، قال لك الملك إن جات السفينة مش مخروقة هياخدها، وإن كانت مخروقة الملك الظالم يقول لك لسه هنصلح، فكلنا واحدة سليمة. الله، يبقى إذن المقارنة مش كده، المقارنة بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا. يبقى اختار الكويس ولا لا؟ جه للغلام وقتله، قال له ايه غلام قتله؟ دي جريمة بنت جريمة. طب لو أن موسى علم ما علمه
العبد الصالح ده كان ما كانش ينتقد عليه. ليه؟ أم قال لك لأن الولد ده لما يبقى عند أبوه وأمه وبيحبوه قوي وهو بيحبهم ويقعدوا يفتنوا بالولد إيه؟ وبعدين بده يعيشوا بقى عيشة كويسة ودخل أجره لا يكافي، يعمل إيه؟ يميل على دي، يختلس منها دي، يسرق دي، يعني إيه؟ عشان يبسطه. الولد راح المدرسة واللابسين بدل كويسة وهو ما يقدرش يجيب بدلة، بحبه للواد يخليه يجيب له بدله، يجيب له بدله منين؟ يلا مش كده ولا لا؟ يبقى الولد فتنه على ابوه وامه ولا لا؟ يبقى هيوديهم النار ولا ما يوديهمش؟ يبقى لان لا يوجد الولد دي، يبقى مصلحه لمين؟ مصلحه للوالدين. طب والولد ذنبه ايه؟ هذا السؤال المخير، هو الولد ذنبه ايه؟ ام قال لك الله، الولد اللي اتخد قبل البلوغ ده، ده اتخذ كده على طول على الجنة، ولو كان عايش هيبقى له سيئات وله حسنات ويقعد يتلعصم في البتاع، فخده على طول، يبقى أثر عليه مسافة النعيم ولا لا؟ يبقى خير للولد ولا لا؟ مش عمل خير للوالدين والولد ضياع. أم قال لك ده العيال دول اللي بيموتوا قبل التكليف ما لهمش مساكن في الجنة، كل واحد له مسكن إلا دول. ليه؟ دول يدخلوا أي مسكن على كيف، يسموهم دعاميص الجنة، يطلع عند النبي ويطلع عند أبو بكر ويطلع عند مش عارف مين ويقعد عندنا، زي ما تكون رايح تزور ناس أصحاب جاه والقصر بتاعهم مملوء تحف ومملوء مش عارف إيه ومملوء، معاك عيل صغير تلتفت تلاقي العيل قاعد على الكرسي ده على الكرسي وطلع في أوضة النوم وتغيري، وأنت لما تحب تروح دورة المية يستأذنوا لك وتتنحنح وتعمل ومش عارف إيه. أهم يبقى الولد خد حظ كبير ولا ما خدش؟ خد الاثنين. الله، تبقى انت لا ده على حساب ده ولا ده على حساب ده. طب الراجل اللي ايه اتى يا اهل قريه استطعم اهلها، شوف كلمه استطعم اهلها، استطعم يعني طلب ايه؟ طلب الطعام، وطلب الطعام اصدق السؤال. واحد فات عليك قال لك اديني رغيف اكله، ده يمكن يقول لك اديني جنيه، تقول بيخزن وعنده مش عارف ايه، لما بقول لك اديني رغيف اكله دي فيها حاجه دي؟ بالله لو بطنه شبعان هاكل الرغيف؟ يبقى اصدق انواع السؤال ايه؟ الطعام، الاستطعام. في واحد ماشي كده يقول لك والنبي تقول للراجل بتاع الفول ده يديني سندوتش طعميه، ما تقولوش يا ابن الكلب يا نصاب، يا ابن نصاب ايه منسبه ايه؟ مش نصاب ده. فلما استطعم اهلها كان المفروض انهم اصدق انواع السؤال، يدوهم مثلا أبا، يبقى لما أبو يبقوا لؤمة ولا مش لؤمة؟ ها؟ لؤمة قوي، يقول له كدني رغيف ولا يدولن. فمرين كده لقوا جدار المشروخ كده وعايز هيقع اهو، قام سيدنا العبد الصالح مسك وقعد يبني الجدار ويوضبه قبل ما يقع. فسيدنا موسى زعلان قال له بقى احنا نستطعمهم لؤمة، ما يرضوش يدونا طعام، وانت تروح تبني لهم الجدار كده مش تاخد اجره عليه؟ ده هم اولاد كلب يا بلبل. العبد الصالح قال له ما هو عشان هم اولاد كلب وعملوا فينا كده انا حبيت اجازيهم، لان دول لؤمه، بدليل انهم ما ادوناش ناكل، والاولاد دول مساكين اسر وابوهم حاطط الكنز تحت الجدار، ما دام الناس دول لؤمه لو سيبنا الجدار يقع وشافوه يعملوا ايه؟ هياخدوا الكنز، ما هم لؤمه اولاد كلب، فيبقى عمل فيهم فصل ولا ما عملش؟ يبقى رد على رد عليه. شوف بقى هبات النفحات من الله. طب هو راح لقى جدار يريد ان ينقض فاقامه، ليه اقام؟ قال علشان لما العيال يبلغوا رشدهم يقوموا لقوا الكنز. طب هتقول للعيال امتى الحكايه دي؟ ده لازم بناه بنايه اسمها بناه موقوته زي القنبله الزمنيه. شاف العيال دي سنها بعد كم سنه يبلغهم كده بالثلاث سنين، بنى الجدار بعمر ثلاث سنين بحيث لما ينتهي ثلاث سنين لازم يقع الجدار. طب ودي حكمة ايه؟ هندسة ايه دي؟ يوم لما العيال يبلغوا الجدار يقع يلاقي الكنز، بلغوا ما حدش يقدر ياخد منهم الكنز، يبقى دي هبات 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 فيض ولا مش هبات فيض؟ هذه هبات فيض. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون
وحكايه التقوى دي مراحل بقى. لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. وما دام ربنا قال يبقى لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ليه لا تبديل لكلمات الله؟ أم قال لك مين اللي هيبدل؟ الخلق كلهم مقهورون يوم القيامة، واللي كنت مبيح له أن يملك شيء لم يعد مالكا لشيء، بدليل أنه سينادي كده لمن الملك اليوم؟ خلاص ممكنش، خلاص انتهت المسألة. لا تبديل لكلمات الله. وما دام وعد الله ووعد بالبشرين، بشرة الدنيا وبشرة الآخرة، ولا فيش تبديل لهذا الايه؟ لهذا الكلام. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يحكم بحاجة يقول لك أنا حكمت يعني انتهت المسألة، اوعى تقول زمانها مستقبل. ولذلك أنا فاتني أقول لكم في قولهم وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا فعل ماضي، ورأوا فعل ماضي، ولما رأوا العذاب هتيجي بعدين مستقبل. يبقى قال ويسرون الندم لما يرون، انما قال اسروا. لان من الذي حكم؟ الحكم الله الذي لا يتخلف علمه بشيء ولا يتأبى شيء من مخلوقاته عما اراده. لا تبديل لكلمات الله. وما دام خدت الوعد ممن لا يبدل كلامه والوعد بالبشرات في الدنيا وفي الاخره، يبقى ده فوز ولا مش فوز؟ وفوز وعظيم ايضا. ولا يحزنك قولهم. الله، بعد ما قال لنا بقى على الحكايات بتاعه الكفار والاعتراضات بتاعتهم والاشياء ومش عارف وقولهم ما قالوه في رسول الله والايذاء والتكذيب والبتاع دي كلها، قال له لا يحزنك قولهم. إذن هم قالوا ما يحزن، ولكن الله طلب منه أن لا ينفعل لما قالوهم فعل الحزين. طب هم قالوا إيه؟ طب هم مش قالوا أنه ساحر؟ مش قالوا كذاب ومفترم؟ مش قالوا أنه مجنون؟ فبقى ينفع عنه كل إيه؟ كل صفة يقولوه يكذبهم فيه. ساحر ما سحركوش ليه؟ نفدتوا انتوا منه ليه؟ وهل للمسحور إرادة مع الساحر؟ تقول سحر العبيد بتوعنا وسحر أولادنا وخدهم منه، طب الذي سحرهم كان يسحركم وتنجبوا كذابين، مش كده ولا لا؟ أفسحر هذا أم أنتوا إيه؟ أنتوا مش فاهمين؟ هناك يقول إيه؟ كم أهلكنا من قبلهم إيه؟ من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء إيه؟ هذا شيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا مفهوم. طيب يا سيدي، طب قالوا ساحر ما نفعتش، طب قالوا مجنون. طب عال مجنون، شوفوا ما هو الجنون، ما هو ده قلهم ما هو الجنون. يبقى إذن الله نهاه أن لا يحزن لقولهم، مش بس كده، ثم فند هذه الأقوال، مش أمره بدون حيثية. نقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. لا يكون المجنون على خلق عظيم أبدا. من تشتري يقابلك يشتمك مش عارف يزقلك بطوبه يحذفك بيتصرف تصرف، فذو الخلق يبقى مجنون؟ ما يبقاش مجنون. قالوا ايه؟ يقولوا افتراه. طب ما دام يا سيدي عرفتوا انه مفتري، طب ما تفتروا زي، بل العكس انتوا حجه الافتراء عندكم اقوى. ليه؟ لانكم مرتاضين بالشعر وبالادب وبالبيان وبالخطب والبتاع، وهو مش مرتاض. يبقى نقول اللي اسال عليكم ان كنتوا تفتروا ولا هو يفتري؟ إن كنت لا تفتروا. ولا يحزنك قولهم. ليه؟ لأن قولهم لا حصيلة له من الوقوف أمام الدعوة، ما فيش حصيلة له. ليه؟ لأن العزة لله جميعا. العزة هي القوة،
الغلبة. ويقال هذا الشيء عزيز يعني لا يوجد ايه مثله. طب ما هو عزيز ايضا لانه لا اله الا هو وما يغلبش ولا يقهرش. ولذلك في بعض الغزوات جه ابن ابي المنافق قال ان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. هو يعني ايه؟ هو فاهم ان هو الايه؟ العز. ولما نروح نبقوا انتوا اللي جايين من مكه مالكوش حاجه كده نطردكم منه. فصدق الله قوله قال له صحيح العز هيخرج الاذل ولكن فاتك ان العزه لله. فاتك ان العزه لله ولرسول الله وللمؤمنين. احنا مصدقينك ان الاعز هيخرج مين؟ الاذل. القضيه قول بموجب زي ما قلت. بس مين العزيز؟ هو ده اللي فيه خلاف. العزه لمين؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. هنا بيقول العزه لله جميعا. ان العزه لله يعني كل عزه لمن؟ لله. كل جميع انواع العزه لمين؟ بعض المتوردين على القران يقول لك الله يقول ان العزه لله جميعا هنا ثم يقول العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. قل عزه الرسول وعزه المؤمنين من باطن عزه من؟ انها من باطن عزه الله. فلله العزه جميعا يوزعها كما يحب. نعم. ولا يحزنك قولهم. هنا بقى انت اللي بيقرا قران يقوم يجد ميم عند فوق قولهم يحط ميم. قولهم ميم ساكنه في علاء سكون وبعدين ميم نايمه كده معناها دي ايه؟ يلزم انك تقف هنا ليه؟ طب ازاي يلزم ان وقفي مع ان ليس في القران من وقف لزم؟ لان القران مبني على الوصل. ولذلك تلتفت تلاقي اواخر الصور منونه يبقى كل مبنى ليس في القران من وقف لزم. قال لك لكن لما ضعفت الملكات العلماء خافوا لان مقول القول يجي بعد القول. قال إني عبد الله. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. يبقى بعد قال أو القول ما قول القول قال إيه مش كده؟ فهب أن واحد بقى ما عندوش فطنة الأداء يقول فلا يحزنك قولهم إن القولهم إن قالوا إن العزة لله. طب إذا قالوا إن العزة لله يحزن النبي ليه؟ تحزنه؟ تتبقى وآمنوا بقى ويبقوا بقى كويسين. فعلشان ما يلتبس ان اللي جاي بعدها من مقولهم قال لك هنا اقف وقف يلزم هنا. فلا يحزنك قولهم. ليه ما يحزنكش قولهم؟ لان القول ده لن يغير في مجرى انتصارك عليهم وخذلانهم امامك شيء. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. هو السميع العليم. أي طب السمع للمقول. السمع للمقول. وهل كل كلامهم بينقال ولا في حاجات يعني الوجدانيات بتاعتهم؟ يبقى لا فالعلم يبقى السمع لما قيل إيه؟ والعلم لما كتب. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا الله هو السميع العليم. ألا تنيحي. ألا برضو أداة استفتاح. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. طب إيه علاقتها بإن العزة لله جميعا ولا يحزنك؟ أم قال لك وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما فيش خلق من خلق الله يقدر ينافي هذه القضية إن العزة لله. بل بالعكس كل ما في كون الله يعين على أن العزة لله. حتى المكان الريح لما جم في الأحزاب وقعدوا ومش عارف إيه وزلزلوا وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر مش كده
وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون. يوم يجي شوية ريح تقوم تروح بقلع القيم بتاعتهم والقدور وقعوا، يبقى الكون في ملك مين؟ يصرفه كما يحب مما يؤكد العزة، ولله العزة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.